أهلا بلقائكم. صعد رصيد الأولمبيات الخاص الكويتي إلى 11 ميدالية متنوعة في اليوم الرابع من دورة الألعاب العالمية المقامة في العاصمة الألمانية برلين بتحقيق هاجر الرشيدي الميدالية الذهبية في لعبة فرد البوتشي، فيما حققت لاعبة الدراجات الهوائية منار العلوي الفضية والميدالية ذاتها الفارسة بسمة البصيلي، فيما حصدت روان البلهان البرونزية باللعبة ذاتها، ليصبح المجموع 4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين.